إذن مشاهدينا الكرام، متابعتنا مستمرة معكم وهذه التغطية على شاشة التلفزيون المصري وقمة المناخ COP27. دكتور عبد الغني الجندي، عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور، يعني قضية التكيف مع التغيرات المناخية واستحداث سلالات جديدة من الزراعات هي أيضا بتفرض نفسها في هذه القمة والتغيرات المناخية، يعني برأيك ما هي الجهود المتخذة في هذا الصدد؟ بسم الله الرحيم. طبعا كلام حضرتك كلام صح. هو طبعا اكثر قطاع هيتاثر هو قطاع الزراعه والميه، يعني هو الاثنين دول لانهم طبعا مرتبطين ببعض. النهارده انا بتكلم على ان التغيرات المناخيه هتؤدي الى زياده الاستهلاك المائي، يعني هتؤدي الى يعني كميه الميه اللي محتاجها النباتات هتزيد. وبالتالي اللي بدات الدوله مش من دلوقتي على فكره، ان الدوله من اول خالص، من قبل حتى يعني ما تظهر اول مشاكل التغيرات المناخيه، احنا عندنا شح مائي في مصر، احنا تحت حزام الفقر، فاحنا اوريدي بنرشد. بدات تستنبط اصناف حاجه من اثنين، يا اما هي مستهلكه للمياه اقل او قصيره العمر. ما معنى كلمه قصيره العمر؟ بدل ما تقعد 120 يوم تقعد 100 يوم، يبقى انا عندي توفير ميه حوالي 20 يوم. فالدوله فعلا بدات، وفي هناك اصناف وخاصه في المحاصيل الشرهه زي الرز والحاجات دي، فعلا الدوله بدات. ليه؟ الهدف كله طبعا التغيرات المناخيه جايه وتاثيراتها هترفع من درجه الحراره والاستهلاك المائي والانخفاض في كميات المحاصيل، ده هتتاثر وممكن تاثر على ظهور كمان اصناف من الحشرات واصناف من الافات مش موجوده. وبالتالي وزاره الزراعه مع الجامعات استنبطت فعلا وماشيه في هذا الاستنباط اصناف مقاومه للامراض الجديده، اصناف يعني غير مستهلكه للميه. فدي جهود ده عشان التكيف، يعني ده انا خلاص انا بقول النهارده انا عندي تغيرات مناخيه دلوقتي موجود فيها، انا بتكيف عليها بنمت واحد، لما في نفس الوقت لازم اعمل على تخفيفها اللي هو طبعا الهدف من المؤتمر. تكيف وتخفيف، يعني لازم اخفف. نعم، الزراعات طبعا من القطاعات الهامه التي تتاثر بشكل كبير بقضيه التغيرات المناخيه والتنوع البيولوجي بشكل عام، لكن فكره التحكم في العوامل المناخيه المختلفه، يعني تقنيات الصوب الزراعيه وهذا ما انتهجته مصر من سابق للتوسع الراسي والافقي، وايضا في سلالات جديدة نتحكم في درجات الحرارة الخاصة بزراعتها، يعني ما تضيف هذه المشروعات القومية الخاصة بالزراعة في جهود مصرية تختص بمجابهة التغيرات المناخية؟ حضرتك الجهود المصرية حضرتك قلتي النهارده في مشروع قومي معروف كويس جدا وبدأ يعني اللي هو المشروع القومي للزراعات المحمية، وده على الأقل هيقلل الانبعاثات وفي نفس الوقت استهلاك الميه هيبقى اقل بكتير جدا، الانتاجيه هتبقى اعلى، وبالتالي الفدان بتاع الصوب ممكن قوي يجيب انتاجيه يمكن 4 5 6 فدادين من الحاجات المكشوفه. في نفس الوقت يعني في نفس الوقت في من المشروعات القوميه النهارده عشان تخفف، النهارده مصر متجهه ومشروع القومي عندها وماشي جامد جدا، واعتقد ان بكره في اليوم الزراعه هيقدم احد المشروعات التنمويه اللي هو التوسع في زراعه غابات المنجروف. غابات المنجروف اللي عندها قدره على امتصاص ثاني اكسيد الكربون يعني ب4 ل5 اضعاف اي غابه اخرى شجريه. وبالتالي الجهود موجوده. هذا بالاضافه زي ما يعني ما سمعت قبل كده ان نظره الدوله يعني بتعمل محطات معالجه لمياه الصرف الصحي والزراعي بكميات كبيره جدا، وديت المحسمه والحمام وعشان يعني الناس تسمع عن الدلتا الجديده والتوسع في الاراضي، ميتها جايه منين؟ ميتها جايه من اكبر محطه تحليه او معالجه. فالدوله اوريدي هي بتستعد، يمكن مصر من الدول القليله جدا اللي هي واخده بالها جدا من زمان ازاي تخفف، ازاي تتكيف، ازاي تخفف من سواء من حيث ترشيد استهلاك المياه وعمليات تبطين الترع واستحداث الوسائل الجديدة في الري وأيضا السلالات الغير مستهلكة للمياه، لكن أيضا هذه الجهود كيف تتكاتف على المستوى الدولي؟ هل نحن بصدد تحالفات جديدة دولية ربما تخرج على الأرض لحلول ناجزة إذا جاز التعبير
للخروج بشكل فاعل من هذه القمة كوب 27، ومن ثم يعود النفع على كافة دول العالم؟ حضرتك لو تابعتي هتلاقي ان بعض الدول الافريقيه زي تنزانيا وزي موريتانيا بداوا يخشوا معانا في اتفاقيات للشراكه في الزراعه والتنميه الزراعيه وادخال الحاجات اللي حكينا عنها كلها، عايزين ياخدوا تجربه مصر. وانا لما نرضى اي دوله في افريقيا تاخد تجربه مصر في التكيف والتخفيف، اعتقد ان القاره كلها تستفيد من هذا. وفي في اثناء الكوب 27 حصل وزير الزراعة مع أكثر من دولة أفريقية عاملين تعاون أو شراكة. إحنا نرضى عندنا نرضى دولة بنقدم ما يسمى بالزراعة الحديثة، كلمة الزراعة الحديثة دي أو الزراعة الرقمية، ده الزراعة الرقمية والحديثة اللي مش عايز أخش في تفاصيلها قوي، ده أحد الحلول القوية جدا للتكيف مع وده اللي احنا يعني ربما ابرزها سد جوليوس نيريري في تنزانيا طبعاً. وهذه طبعاً. الاستثمارات لا. المصريه طبعاً. وتوليد الطاقه الكهربيه من المياه. طبعا طبعا ده كل دي مشروعات، وعلى فكره ده حاجات بتتنفذ فعلا مش كلام لسه، لا ده اوريدي في حاجات اتمضت في يعني، ويمكن بكره في يوم الزراعه، بكره يوم 12 نوفمبر ده اليوم الخاص بيه كل ما يتعلق بالزراعه والمياه. فاعتقد هيبقى فيه بكره اتفاقيات، والافارقه عارفين كويس جدا. وبعدين احنا عندنا حضرتك مزارع انشاديه انتاجيه تجريبيه في كتير عديد من في النيجر في نيجيريا في دول كتيره جدا، بنقدم لهم التكنولوجيات الحديثه اللي هي هتعم عليهم وهتعم علينا. يعني اي تحسن في اي دوله مجاوره لنا في افريقيا في تحسين المناخ والتخفيف والتكيف، اعتقد احنا هنبقى مستفيدين، هم مستفيدين واحنا كمان هنبقى مستفيدين. وهو نعم. ده على فكره الغرض من الكوب 27، ان الناس تبدا تنفذ، خلاص نبطل كلام ونبطل نقول لا عايزين بقى ننفذ. واحنا مصر على فكره حضرتك رائده كبيره جدا، وعندنا نماذج. يا ريت الدول الافريقيه اولا ثم الدول العربيه، على فكره احنا عندنا اتفاقيات مع الدول العربيه زي السعوديه، انا عندي جامعه الملك سلمان الكليه الزراعات الصحراويه في عندها اتفاقيات مع جامعات علشان نشتغل مع بعضنا في التخفيف والتكيف وزراعه المنجروف والزياده وكل الكلام ده. هناك في الفعل احنا دوله يعني لازم نقول ايه يعني تتوسط ودوله. هل زراعه يعني اشجار المنجروف تحتاج الى بيئه مناخيه خاصه؟ حضرتك المنجروف ميزته الوحيده ان ما بيشغلنيش موضوع الميه، ده عايش ميه مالحه ولا محتاج حاجه خالص. بس هو احسن مناطق ليه؟ المناطق الحاره اللي زي على ساحل البحر الاحمر على وجه الخصوص، وعندنا في مصر ما شاء الله يعني عندنا اماكن كثيره جدا جدا عليها غابات منجروف، والسعوديه عندها نفس الحكايه وعندها مشروع على فكره مليون فدان منجروف. احنا لو عملنا كده ومع السعوديين على البحر الاحمر من ناحيتنا ومن ناحيتهم، اعتقد ان احنا هنخلي عندنا بيئه نظيفه تماما، امتصاص ثاني اكسيد الكربون بمعدلات عاليه، اعتقد احنا مستفيدين. والسعوديه مش بعيده عننا، يعني السعوديه نعم. ده الشط الثاني من البحر الاحمر يعني. نعم بالطبع، لكن ايضا مصر ترتبط مع الدول العربيه بعلاقات وطيده وعمليات تخص الملفات الخاصة بالطاقة، منها الربط الكهربي بين الدول العربية المختلفة، وبالطبع على رأسها المملكة العربية السعودية. كيف تمثل هذه الاتفاقات في الطاقة ما بين مصر والدول العربية جزء أساسي في ترشيد الاستخدامات والاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة؟ طبعا احنا يمكن حضرتك في شرم الشيخ المثال أكبر محطة طاقة شمسية موجودة دي يعني في الشرق الاوسط كله او في المنطقه كلها. النهارده لما هربط النهارده انا طالما انا بربط بطاقه نظيفه يعني طاقه الرياح او طاقه طاقه الطاقه الشمسيه، والنهارده الهيدروجين الاخضر النهارده بنتكلم عنه، طالما انا مع الدول المجاوره ليا بشتغل على طاقه نظيفه بهذا الشكل، اعتقد الكل مستفيد، سواء السعوديه سواء احنا سواء اي دوله. يعني لما ارتبط معاها بالكهرباء وان شاء الله هنصدر كهرباء برضه من الطاقه الشمسيه عندنا، يعني من الطاقات النظيفه.
أعتقد ده كلها منفعة على الدول الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، أيضا محطة بنبان للطاقة طبعاً الشمسية. طبعا ده احنا بنصدر دلوقتي لدول بره، حتى بره الدول العربية. النهارده في ربط بيننا وبين قبرص واليونان، يعني احنا كمان طلعنا بره الدول العربية. يعني مصر دي مصر عظيمة جدا، يعني مصر دي نقطة صحيح، يعني نقطة في الوسط منورة، يعني بتشاع لكل الناس الخير. شوف حضرتك ايه، بتشاع الخير، ويعني الخير للناس، واحنا بنستفيدين برضه في الاخر، انما احنا بنشاع الخير للناس كلها. مرة أخرى، الزراعات الصحراوية وكيفية التوسع فيها في الداخل المصري ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هو طبعا الزراعات الصحراوية حضرتك احنا يعني احنا جامعة الملك سلمان بالذات موجودة في منطقة جنوب سيناء، اللي هي مناطق صحراوية تعاني من حاجات كتير جدا، تربة يمكن مش كويسة قوي، مياه مالحة. النهارده الدور بتاع الجامعة ان انا ابدا استنبت اصناف، وده على فكرة بدا يحصل، استنبت اصناف تتحمل ملوحة، تتحمل الجو ده. والمكان بتاعنا ده سيناء، جنوب سيناء بالذات، جنوب سيناء يعني يمكن شمال سيناء افضل بكتير، لان هم عندهم شوية امطار وعندهم الجو احسن من عندنا في جنوب سيناء. النهارده الجامعه بتستنبط اصناف، داخلين في نباتات طبيه وعطريه تتحمل الملوحه، داخلين في تقديم للناس هنا الجذوبه والحاجات دي كلها عشان برضه الطاقه الجديده. حتى انواع الزيتون اللي موجوده في جنوب سيناء بنحسن فيها عشان تتاقلم مع الانتاجيه هنا واطيه منخفضه جدا في جنوب سيناء. احنا هنقدم باكج نتعامل مع الظروف. الظروف اللي عندنا حضرتك ظروف زيها زي الدول العربية، معظم الدول العربية بتعاني من مية مالحة وأراضي صحراوية فقيرة. نعم. فإحنا يعني إن شاء الله يبقى في تعاون، وفعلا عندنا اتفاقات مع جامعة تبوك ومع أكثر من جامعة من السعودية في استنباط أصناف، وإزاي أنمي الصحراء وإزاي أجيب نباتات صحراوية. ويمكن اسم الكلية حضرتك ده الكلية الوحيدة في جمهورية مصر العربية اللي بتحمل اسم كلية الزراعات الصحراوية، مقصود بيها تماما. حتى البرامج بتاعتنا كلها برامج للصحراء، حتى الانتاج الحيواني. نعم، ربما هذا ما سيفرضه او فرضه العصر بتحدياته المختلفه على كوكب الارض. اشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الغني الجندي، عميد كليه الزراعات الصحراويه جامعه الملك سلمان.